رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ما زلنا في الجانب الصحي، حيث أطلقت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة فعاليات الدورة الرابعة من حملتها السنوية صحة وسياحة تحت عنوان لنمشي، التي تعد أول حملة إلكترونية في العالم تجمع بين الصحة والسياحة. طبعا مشاهدينا، قبل لا نتعرف على هذه الحملة وتفاصيلها، خلونا نتابع هذا الفيديو القصير الخاص بها ونرجع نستقبل ضيفتنا. مرة أخرى الشارقة تفتح ذراعيها لاحتضان السياحة الصحية. شاركونا في حملة لنمشي التي تنظمها إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أو تابعونا عبر هاشتاج لنمشي في مواقع التواصل الاجتماعي. لمزيد من الاستفسار الاتصال على الرقم التالي. أكيد، ولمزيد من المعلومات خلنا نصبح بالخير على الأستاذة زينب جاسم السجواني، مدير شعبة الشراكات في إدارة التثقيف الصحي بالشارقة. أستاذة زينب، صبحت الله بالخير وحياك الله ويانا برنامج صباح الشرقية. صباح النور والسرور، حياكم الله. يا مرحبا. طبعاً حملة بعنوان جداً جميل، ولكن لنتكلم عن فكرة هذه الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحب أشكركم على استضافة إدارة التثقيف الصحي للحديث عن هاي الحملة الكبيرة. هاي الحملة نحن نطلقها للسنة الرابعة على التوالي، واخترنا لها عنوان مميز هذا العام وهو لنمشي. هاي أول حملة إلكترونية تجمع بين الصحة والسياحة، ونحن اخترنا هذا الوقت بالضبط للحملة. مثل ما تعرفون، وقت الإجازات ووقت الصيف وماشية مدارس، والعوائل كلها تأخذ عيالها يعني تطلع أفراد الأسرة في الأماكن، تدور أماكن سياحية، فمنها نعرف الجمهور على الأماكن السياحية. والشيء المميز أكثر نعرفهم كيف يمارسون الممارسات الصحية في هاي الأماكن السياحية. حلو، ذكرتي أن شعار هذه السنة اللي نمشي، وهو أكيد شعار مميز لهذا العام. لماذا اخترتوا المشي شعار لهذا الموسم؟ مثل ما تعرفين أختي، أن المشي يعني لا يحتاج لتكاليف، ويعني مبادرة سهلة أن الإنسان يطبقها كل يوم. أكيد، وإمارة الشارجة توفر لنا مساحات جميلة وكبيرة للأفراد أنهم يمارسون يطبقون المشي يعني فيها. فاخترنا المشي، وعندنا بعد أظهرت دراسات بعد الكشف والبحث أن المشي مجرد 30 دقيقة يقلل ويخفف من بعض الأمراض. نعم، جميل. جميل. طيب، نحن عرفنا أيضا أن هذه الحملة هي تبرز إمكانية الشارقة الصحية وأيضا السياحية. كيف تتم هذه العملية وأيضا كيف تنسق؟ قمنا بالتنسيق مع عدد من الشركاء ومن خلال منبركم. طبعا أنا أحب أشكر جميع الشركاء والداعمين للحملة، وبصراحة الشريك والراعي الذهبي هم هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة. تعاونوا ويانا، نسقوا ويانا لإقامة بعض الفعاليات في الأماكن السياحية في إمارة الشارجة. إن شاء الله على الخميس الجاي بيكون عندنا فعالية، بتكون عندنا فعالية إن شاء الله في الممشى التابع لواجهة المجاز في الشارجة. بنستقبل كل اللي يمشون هناك، وطبعا ما نغفل عن دور الجمعيات التابعة للإدارة. هاي الجمعيات تطوعية صحية، جمعية أصدقاء مرضى السرطان، جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، جمعية أصدقاء مرضى الكلى، وجمعية أصدقاء السكري. فكل جمعية بتمسك مبادرة أو فعالية تابعة للحملة. فبتكون إن شاء الله يوم الخميس المبادرة أو الفعالية اللي بننظمها بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الكلى. مثل ما تعرفون، مرضى الكلى يحتاجون لشرب الماء، فبنوزع على الأسر اللي يتمشون في واجهة المجاز قنينات مياه، إضافة إلى بعض التوعية والاستشارات الصحي. نعم، والاستشارات إن شاء الله بتكون متواجدة مثل ما ذكرت في ممشى واجهة المجاز. نعم، في الشارع. وطبعا مثل ما نعرف أن الله يجزيكم كل خير، أن هذه الحملة للسنة الرابعة على التوالي، وكل سنة أكيد شعار مختلف، فأكيد هناك أيضا في شيء مميز ومميز ومختلف في كل سنة. هذه السنة شو المميز؟ هي نعم، هالسنة نحن شاركنا في منظمة عالمية أدرجنا فيها 7 مناطق في إمارة الشارجة سياحية، وممكن للجمهور يمارسون فيها المشي.
فهاي السبع مناطق التابعة لإمارة الشارجة تم إدراجها في هذا الموقع. هاي الشركة أو اللي يعني متبنية هذا الموقع اللي هو الورد ووكينج هي في اسكتلندا مقرها، وشاركنا فيها من خلال إدراج الحمد لله سبع مناطق من المناطق السياحية في إمارة الشارجة وفي نفس الوقت اللي تقدرون تمارسون فيها رياضة المشي. ممتاز. طيب يعني بالنسبة لهذه الحملة لنمشي وأيضا هي لصحة الإنسان وأيضا إبراز بعض المناطق أو المعالم السياحية في إمارة الشارقة، ولكن كيف ترون الإقبال على هذه الحملة وكيف أيضا تشوفون تفاعل الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي؟ بصراحة في إقبال كبير من الجمهور، نحن قسنا بالنسبة للسنوات الماضية، بس السنوات الماضية كنا نركز على الصحة بشكل عام في الأماكن والمناطق السياحية. السنة مثل ما ذكرنا ركزنا على رياضة المشي، ولاحظنا إقبال كبير من الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فبيكون معنا إن شاء الله السنة وسمين، الوسم الأول صحة وسياحة 17، بنقيس في نهاية الحملة عدد المشاركين وعدد المتابعين لهذا الوسم، والوسم الثاني بيكون لنمشي إن شاء الله. ففي السنوات الماضية قسنا يعني عدد كبير من المشاهدين لوسائل التواصل الاجتماعي. نحن في وسائل التواصل الاجتماعي ناخذ كل منطقة في إمارة الشارجة سياحية وننزل عنها معلومات صحية بحيث أن نربط بين الصحة والسياحة. فلو الجمهور يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو @charja_health بيشوف أن نحن كل يوم تقريبا ناخذ منطقة معينة مثل واجهة المجاز المائية. وضعنا الحين الحساب على الشاشة، بقطع كلامك بالخير أستاذة زينب، وضعنا الحساب على الشاشة حتى يعني بإمكان الجمهور أكيد مشاهدة هذا الحساب والاستفادة من الأشياء الموجودة فيها. نعم أكيد، نحن يعني حابين أن الجميع يتابعنا ويستفيد من المعلومات الصحية اللي ننشرها، وأن هاي الممارسات يعني تعم على كل أفراد إمارة الشارجة والمقيمين في الشارجة. فقط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أستاذة زينب، وعن طريق أيضا الفعاليات الخارجية. يعني كيف الواحد ممكن يعرف الفعاليات الخارجية التابعة للحملة؟ مثل ما ذكرت بنكون متواجدين في واجهة المجاز، وعندنا أيضا فعالية كبيرة بالتعاون مع جمعية أصدقاء السكري بتكون إن شاء الله في بداية سبتمبر في مركز ميغامول الشارقة. حلو. طيب بالنسبة للمشاركة في الحملة، كيف أنه ممكن للأشخاص أنهم يشاركون في هذه الحملة؟ نحن متواصلين مع مركز الشارجة للاتصال وشريكنا الداعم مؤسسة الشارجة للإعلام طبعاً والمكتب الإعلامي لحكومة الشارجة في الخط المجاني، يقدرون يستفسرون عن طريق الخط المجاني ويشاركون معنا، وأيضاً يقدرون يتصلون على مكتب إدارة التثقيف الصحي. نحن مستعدين نستقبل كافة الاستفسارات والاتصالات ونرحب بكل المشاركين معنا. الله يعطيكم الصحة والعافية الأستاذة زينب جاسم السجواني، مدير شعبة الشراكات في إدارة التثقيف الصحي بالشارقة. شكرا على تواجدك اليوم ويانا برنامج صباح شرقية، وشكرا على هذه الجهود المقدمة من قبلكم. شكرا، يعطيكم العافية. ما قصرتي. إذن مشاهدينا، خلال برنامجنا تكلمنا عن إطلاق برنامج صيف بلادي في مدينة خرفكان، وأمس اختتمت فعاليات هذا البرنامج الصيفي في فريق العمل، وأيضا اليوم جاهزين لكم تقرير خاص بهذه الفعاليات. خلونا نتابع. أقيم حفل ختام البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية صيف بلادي 2017 الذي نظمه نادي خرفكان الرياضي الثقافي صباح أمس بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بحضور سعادة سالم راشد النقبي عضو المجلس إدارة نادي خرفكان الرياضي والثقافي، وسعادة علي الشمسي ممثل للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسعادة عبد الله الصم رئيس المجلس البلدي بخرفكان، وعدد من المسؤولين. الحفل هو معبر عن نفسه، الحفل الختامي هذا كان أكثر من رائع، يعبر عن مرحلة كبيرة جدا من خلال الصيف بلادي. بداية الصيف عندنا أشهر طبعا طويلة جدا، هناك حسب ما اطلعنا على برامج الصيف بلادي برامج متشعبة وبرامج كثيرة. حقيقة احنا نشكر دولتنا اللي أتاحت الفرصة وهيئت المنشآت لهذا الشباب.
بدء الحفل برفع العلم والسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سعادة سالم راشد النقبي عضو مجلس إدارة نادي خور فكان الرياضي والثقافي كلمة أثنى فيها على نجاح فعاليات الأنشطة الرياضية صيف بلادي، وأكد أن نادي خور فكان أصبح مثالا ومركزا للنشاط الشبابي والرياضي والثقافي. اشتمل الحفل على عدة فقرات، منها فقرة الرسم التي تعبر عن حب وامتنان للوطن قدمتها الفنانة نورة جاسم النقبي، ومشهد تمثيلي قدمه نخبة من ممثلي المستقبل. تهدف الأنشطة الصيفية للشباب إلى استثمار أوقات فراغهم وتنمية ثقافتهم ورفع لياقتهم البدنية. وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على أبطال المشاركين بفعالية صيف بلادي. طبعا مثل ما شفنا مشاهدينا، طبعا اختتام هذه الفعاليات الصيفية في مدينة خور فكان، وأيضا كانت فعاليات مفيدة وأيضا مسلية لجميع الفئات المشاركة في هذه البرامج. بالتأكيد مشاهدينا هذه البرامج لها أهمية كبيرة بتواجدها في طبعا فصل الصيف، وأيضا للاستفادة بشكل كبير. وأنا أيضا أعرف بعض الأشخاص والأطفال، خلنا نقول عاشة، يعني تغيرت شخصيتهم صحيح من خلال اشتراكهم في هذه البرامج الصيفيه. نعم، يعني هذا دليل على اهميه هذه البرامج. صحيح، يعني عند استضافتنا عمار دائما الطلاب او الطالبات او المنتسبين لمثل هذه المراكز، يعني الحلو يقولون ان نحن اول شيء زادت ثقتنا في نفسنا. صحيح، اصبحنا ناس قياديين، تغيرنا حتى في دراستنا وغيرها من الامور. فعلا، فاكيد مثل هذه البرامج مهمه بشكل كبير. صحيح، فلذلك نتمنى من الجميع ان يستفيد بقدر ما يستطيع من هذه البرامج الصيفيه. اما الان مشاهدينا نطلع معاكم لفاصل قصير، وعقب لنا رجعه ونستكمل معاكم مشوارنا الصباحي.